بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أوصيكم إخوتي وأخواتي ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالعلم النافع والعمل الصالح المقبول، وأن يرزقنا تقواه، وأن يرزقنا أيضا صحبة الصادقين والصالحين من عباده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعنا على ما يرضيك، وحل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا من المتحابين فيك، واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. أما بعد أيها الإخوة المشاهدون، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. إخوتي الكرام، دار في ذهني بداية أن أتكلم عن محبة الصالحين، وأنها مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها بلا شك لها فائدة كثيرة في هذه الصحبة في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى أمر بها عندما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بين آثار هذه الصحبة، سواء كانت لجليس صالح أو لمن يخاف الله سبحانه وتعالى ويحبه ويرجوه. فضرب المثل للجليس الصالح بأنه حامل مسك، وحامل المسك لا بد أن تستفيد منه، سواء أهديت من مسكه وطيبه، أو اشتريت، أو شممت تلك الرائحة الطيبة المباركة. والإمام الشافعي من سلفنا الصالح، ومن أئمتنا المجتهدين، ومن أعمدة الدين، وأيضا من الأوتاد الأربعة في زمانه، عندما زار تلميذه أحمد بن حنبل الإمام، إمام أهل السنة رحمهم الله تعالى، قال في هذا المعنى ليدل على الحرص المطلوب في محبة الصالحين، قال: أحب الصالحين ولست منهم. يتواضع، شأن المؤمنين الذين يتواضعون دائما وأبدا ولا يغترون مهما أعطوا ومهما نالوا، فهم متواضعون حقيقة، يتهمون أنفسهم من ناحية، وينظرون إلى أن غيرهم قد يكون أفضل منهم. قال: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. طيب، نعلق على هذين البيتين بعد أن نأخذ اتصال من رأس الخيمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو خفضت صوت التلفزيون أخوي. ان شاء الله. الشيخ عليك، كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. صالح يا صديقك من منتزه لطيفه. صالح، كيف حالك شيخي؟ اهلا وسهلا صالح، مرحبا. مرحبا شيخ، اهلا وسهلا، كيف حالك؟ برنامج جعل في ميزان حسناتكم، بارك الله فيك. انت رايح راس الخيمه ما شاء الله؟ نعم. انت في راس الخيمه ولا وين؟
راسين والله الحين بطلع بعد شوي. ما شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. درب السلامه. كيف حالك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا صالح، تفضل. السؤال فضيلتكم، الرجل تارك الصلاه فهل زوجته الطالق ولا لا؟ تارك الصلاه، هل زوجته الطالق طالق ام لا؟ طيب ايوه. السؤال الثاني، وما حكم الرجل متخاصم على اخوانه على اخواته؟ المتخاصم مع اخوانه، ايوه. ابي نصيحه لفضيلتكم. نعم، في سؤال. الله سبحانه وتعالى يهدي ان شاء الله. ان شاء الله. في سؤال ثاني يا صالح. سلامتك، دعواتك. سلمك الله، بارك الله فيك على اتصالك اخ صالح، شكرا. الاتصال الثاني الأخت منال من الجزائر. السلام عليكم أختي منال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا. عندي أمي متوفين 10 سنة وخلت مرزوق من المال، فقسمته على إخواتي وصنعت به منزلنا الذي كان مشوه كما ذكر في الشريعة الإسلامية. هل هذا ما قمت به صحيح أو خطأ؟ يعني المال الذي تركته أمك؟ نعم. ما قسم على نعم. الورثة؟ ما قسم على الورثة؟ نعم نعم، قسم. طيب منال، لو خفضت صنعت به منزلنا الذي كان مشوه. طيب لو خفضت صوت التلفزيون شوية عشان ما يعمل صدى عندنا. أيوة. طيب. انت طيب، يعني المال الذي تركته والدتك بعد موتها قسمتيه انت على اخوانك ولا عملتي فيه اصلاح للبيت؟ نعم الاثنين. الاثنين مع بعض. طيب أنا أبين لك إن شاء الله، أبين لك كيف ينبغي أن نفعل بمثل هذا المال. الأصل فيه أن نقسمه إذا أراد الورثة قسمه حسب القسمة الشرعية، من الورثة من الميتة، تركت من أولاد وبنات، هل تركت مثلا أما أو أبا أو نحو ذلك، أو تركت زوجا. إذا لم تترك إلا أولاد وبنات فيتقاسم أبناؤها أولادها. لا لم تترك فقط أولادها، يعني أبناء وبناتها. لم تترك زوجا. إذا تركت فقط الأولاد أولادها، هو ميت أيضا. نعم، إذن يتقاسم الأولاد والبنات، الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا اتفقوا جميعا بشرط أن لا يكون فيهم صغار، لأن الصغير قد يريد مالا لنفسه إذا كبر. إذا كان كلهم عاقلين بالغين كبار وقالوا نعمل صيانة، فلا بأس أن يعملوا صيانة للبيت، أو يتصدقوا بصدقة عن أمهم، أو يتقاسموا المال، ثم بعد ذلك يساهم كل واحد بما أخذ أو بجزء منه من أجل صيانة البيت وغيره من الأعمال. شكرا شكرا منال على اتصالك ومن الجزائر، شكرا لكم. الأخ محمد من الجزائر، السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل. هل الطلاق المعلق؟ نعم، الطلاق المعلق. وتم الطلاق من وتم الجماع بعد الطلاق، هل يجوز؟ ماذا قال في الطلاق المعلق؟ ما هو اللفظ؟ قال لو فعلت كذا أنت طالق. لو فعلت كذا فأنت طالق. وفعلت هذا الشيء؟ وفعلت هذا الشيء ولم تخبره إلا بعد شهر. وفعلت ولم تخبره إلا بعد شهر. طبعا هذا حرام عليها، حرام عليها أنها لم تخبره إلا بعد شهر، وكان الواجب. وتم الجماع بعد الطلاق شيخنا، ما يجوز عليه.
كان يعني ما حصل دون معرفة بالطلاق لا إثم عليه، لكن الإثم عليها هي لماذا لم تخبره أنها فعلت هذا الشيء قاصدة عامدة ذاكرة لهذا اليمين. فالإثم عليها، يجب أن تتوب إلى الله، وعليه بعد أن علم أن يراجعها بعد طلقة أولى، له أن يقول راجعتك إلى ذمتي وترجع إلى ذمته وعصمته. بدون تكمل العدة، هو المراجعة أثناء العدة، المراجعة أثناء العدة وليس بعد نهاية العدة. إذا انتهت العدة ولم يراجعها صارت أجنبية ولا يستطيع إرجاعها بعد ذلك. معناها يجوز أن أرجعها في نفس الوقت. نعم، المراجعة يجوز في نفس الوقت بعد اليمين أو بعد فعل الشيء هذا، وتمتد يمتد زمن المراجعة في العدة كلها، ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات أو التي لا تحيض ثلاثة أشهر. هذه العدة إنما شرعت من أجل المراجعة إذا كان طلقة رجعية، وأيضا حتى تنتهي العلاقة الزوجية إذا لم يكن هناك نية للمراجعة. معناه يجوز أن أرجعها قبل أن تتم العدة، بل ينبغي أن يرجعها قبل نهاية العدة، لأنه إذا انتهت لا مراجعة. جزاك الله خير. وإياك بارك الله فيك محمد، شكرا لك على اتصالك من الجزائر. طيب موريس، شميسة من المغرب. السلام عليكم اختي شميسة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا. خفضي لي شميسة، خفضي لي صوت التلفزيون، يكون افضل لصفاء الصوت ولسماعنا منك. شميسة أختنا من المغرب. من المغرب، أيوة من المغرب. نعم، أنا أصبت بمرض شميسة، أنا أرجو أن تخفضي صوت التلفزيون. طيب إذا نعاود الاتصال. أخت شميسة من المغرب، شكرا مرة ثانية. الأخ حسين من العراق، السلام عليكم حسين. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي الكريم. السلام ورحمة الله شيخي. مرحبا شيخي. أهلا وسهلا حسين، أنا أريد من الإخوة والأخوات جميعا اللي يتصلون علينا يخفضوا صوت التلفزيون شوي حتى ما يعمل الصدى عندنا. شيخي. نعم شيخي تسمعني؟ أسمعك، تفضل حسين. شيخي عزاك وتمثيل سيدنا يوسف بلتف زي طالو، حلال ولا حرام؟ مسلسل ايه، ما سيدنا يوسف. سيدنا يوسف ان شاء الله اجيبك عنه اخي حسين. تمثيل الانبياء عموما اكثر العلماء حرموه، تمثيل الانبياء، لان هؤلاء الانبياء هم صفوة الخلق وهم المعصومون وهم المعظمون عندنا بتعظيم الله لهم، فلا يجوز أن يمثلهم الممثلون ويتقمص شخصيتهم على أن هذا يوسف أو هذا زكريا أو هذا موسى أو هذا عيسى، هم أجل وأعظم من أن يمثلهم الممثلون، إنما يتصف بصفاتهم المؤمنون ويحبهم المسلمون. أما التمثيل فحرام، وهذا هو القول الأرجح والقول الأقوى في هذا الموضوع، وعلى هذا لا ينبغي أن نرى مثل هذه المسلسلات، إنما نسمع قصص الأنبياء من أهل العلم وأهل التربية. شيخي. نعم نعم حسين. شيخي سؤال ثاني. اتفضل شيخ، على هذا الكاتم والهواجب هل حلال ولا حرام؟ ما هو؟ التاتو مع النسار. ما فهمت
غير واضح يا حسين السؤال. طيب شكرا أخ حسين، سؤالك الثاني ما كان واضحا عندي ما فهمته. معنا الأخت ريهام من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة يا شيخنا. أهلا وسهلا أختي الكريمة، تفضلي. الله يكرمك، تسلم، ربنا يبارك فيك وفي هذه الفتاة والله يكرمك. بارك الله فيك، أهلا بك. عندي مجموعة من الأسئلة. تفضلي. السؤال الأول، إذا أنا بصوم الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس، أيوة. أيوة، وعلى طول بتكون عندي نفسي في حاجة، يعني مثلا نفسي أكل، يعني يكون عندك يكون عندك إيش؟ إذا أنا نفسي في حاجة عايزة أكل يعني، وأنا صايمة. وأنت صايمة تشتهين على أكلة؟ أيوة، له تأثير على الصيام. أها، طيب أنت ما تنظري للأكل وتشتهي عليه، الذي يصوم رهام ما يحاول إلا إذا كنتي تطبخي حاجة وكذا واشتهيت عليها، فلا مانع، شهوة الأكل لا تبطل الصوم، إنما تفاعل الإنسان ويعني نظره في الطعام واستدعاء شهوة الطعام وغيرها، هذا هو الذي يتعارض مع مضمون الصوم ومع كماله، لأنه الله عز وجل في الحديث القدسي يقول عن الصائم: يترك أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا الذي أجزي به. إذن ترك الشهوة عموما هذا من مقتضى الصوم ومن كماله وتمامه. رهام، الله يكرمك. السؤال الثاني، أنا شغالة في إحدى المصالح. في إحدى المصالح؟ أيوة، معي ستات فقط. صاحبة العمل قوية في طبعة، قوية اللي أنا الواحد ما بقدر أتفاهم معها، فأنا يعني ما بعرف، بدعي عليها على طول، كل ما أشوفها كده بقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله يسترنا معها. فدار أعرف أنا ليه، يعني إذا أنا عملت الكلام ده بأثم عليه. أنت تقولي حسبي الله ونعم الوكيل على مين رهام؟ صاحبة العمل قوية قوية في طبعة، الواحد ما بقدر أتفاهم معها. يعني هي تأكل تأكل حقوق الناس، يعني تظلمهم؟ لا، هي قوية قوية في طبعا، الواحد ما بيقدر يتكلم معها في موضوع، ما يقدر يتكلم معها. طيب طيب، إذا ما ظلمت وأكلت حقوق الناس، فيعني لماذا ندعو عليها؟ وبعدين كلمة حسبي الله ونعم الوكيل في الحقيقة هي ليست دعاء على الآخرين، إنما هي اتكال على الله واعتماد على الله وطلب من الله أن يدفع ظلم الناس عني. لما أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل، نعم، إنه الله يكفيني شرور الناس جميعا. لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، لما جمع الناس في الأحزاب والخندق في عداء النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. السؤال الثالث، أنا بس مخجلة، زي مخجل شوية، بس لازم أنا أسأل لأني ما مرتاحة. تفضلي. طبعا أنا مزوجة ومطلقة. مزوجة ومطلقة، طيب. إذا بلغت الحلم لازم أختسل؟ نعم، موضوع احتلام المرأة. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. طبعا أم المؤمنين كانت قريبة فقالت: فضحت النساء، لكن قال هذا من الدين، ورحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله. فعندما ترى المرأة أو الرجل أو الشاب في الاحتلام بعد الاستيقاظ ترى أثر الماء، فإن هذا هو الذي يوجب الغسل، رؤية الماء. أما مجرد رؤية منام أو حلم من الشيطان فهذا لا يوجب الغسل، إنما رؤية الماء الذي يعقب الاحتلام. ومعروف أن الاحتلام من الشيطان يأتي للنائم في مثل هذه الأمور. الله يسلمك، شكرا لاتصالك أخت ريهام من السعودية، شكرا لك. الأخت أم علي من أبو ظبي، السلام عليكم أم علي. عليكم السلام يا شيخ. مين معي؟ أنا أم علي من أبو ظبي. أم علي من أبو ظبي، أهلا وسهلا. عندي ثلاث سؤالات. ثلاث سؤالات أو ثلاث أسئلة؟ ايه ثلاث أسئلة. زين، كل واحد أيوه. السؤال الأول، قراءة القرآن من بعد صلاة قيام الليل لبعض ساعة الفجر. قراءة القرآن في قيام الليل يعني، أو بعد قيام الليل؟ من بعد قيام الليل لبعض صلاة الفجر. إلى بعد صلاة الفجر، أيوة. وسؤال الثاني، هذا قراءة البقرة، أول البقرة وآيات الكرسي
وآمن الرسول أو آخر آل عمران وبشمل والتبارك الملك والمعوذات. يعني يجوز من دون وضوء لا يعني لازم الأنشطة. الحمد لله أنا أتوضأ وأصلي 4 ركعات وأنام. بس أسألك يعني بعد يعني من دون وضوء يعني جائز القراءة ولا ما جائز؟ هو قراءة القرآن إذا كان فيه مس للمصحف ينبغي أن نكون على وضوء. لا ما أنا مس المصحف. إذا ما في مس المصحف يجوز لمن هو في حدث أصغر يعني غير متوضي أو انتقض وضوءه يجوز له أن يقرأ القرآن من حفظه أو من جهاز الكمبيوتر أو جهاز التليفون يجوز أن يقرأ القرآن، لكن الأفضل والأحسن والأعظم أجرا أن يكون على وضوء وعلى طهارة سواء كان بعد قيام الليل أو كان بعد صلاة الفجر. أما قراءة الآيات اللي ذكرتها في أول سورة البقرة وآية الكرسي وآمن الرسول وآخر آل عمران وسورة التبارك والمعوذات، فكل هذه عظيمة الأجر والثواب وعظيمة الأثر والحفظ، وكل آيات القرآن عظيمة فلا بأس بقراءتها، بل هي مطلوبة أن نقرأها ربما في الصباح وفي المساء وأيضا بعد كل صلاة. الذي يقرأ آية الكرسي ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت فقط يدخل الجنة، وسورة الفاتحة لا تنسيها فهي أم القرآن وأم الكتاب. لأن يسمونه لأن أنا يعني الحمد لله أتوضأ على وضوء أنا وأصلي 4 ركعات بعد النوم قبل النوم وأقرأ المعوذات وآيات الكرسي وآمن الرسول ومن أول البقرة. هذا شيء جيد أم علي، هذا شيء جيد وطيب. يسمونه أول الكهف وآخر الكهف بعد. نعم هذا لأجل الحفظ من الدجال أيضا. أنا أقرأ على الغيب ما أنا على القرآن في القرآن. لا بأس، هذا شيء طيب ولك الأجر إن شاء الله، ويسخر الله من الملائكة من يحفظك عندما تقرأين قبل النوم وفي الصباح والمساء. وسؤال السائل الثالث، أنا سرت الحج عام الماضي يعني ما أنا حج القبل سرت يعني أنا خسرت قبل يعني يوم العمر والهاجكة، بس يوم النهاء الحج آخر اللي يسمونه العرفات يعني ما أبي قصرت ولا مقصر ما أتذكر. ما تتذكري؟ هذا شك قد انتهى ومضى، لكن بس ما انا ما اتذكر يعني يمكن قصرت بس نسيت ما اعرف الحين. الاصل ان قصرتي الا اذا واحد تاكد 100% انه لم يفعل فهذا شيء اخر، لكن طالما شك لا عبره بالشك بعد فعل الشيء. لا هي انا اقول بس اسال لان انت اطمن يعني بقت علي اسم ولا شيء يعني فديه ولا شيء، لان انا ما اتذكر قصرت ولا ما قصرت يعني. نعم موضوع الشك لا عبرة به، ارمي الشك وانسيه الشك هذا انسيه، الصدقات فيما بعد طيبة على العموم. نعم ان شاء الله زين. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيكم علي، شكرا على اتصالك معالي من ابو ظبي. اخت شميسة من المغرب مرة ثانية، مرحبا اخت شميسة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا شميسة مرحبا. سيدنا الشيخ أصبت بمرض سرطان. عافاك الله وعافى كل مسلم ومسلمة. الحمد لله. لكن في شهر رمضان كنت أعالج في شهر رمضان، وقال لي الفقهاء في المغرب أنني سأعطي فدية على شهر رمضان كله. نعم وإن شاء الله شفيتي. الحمد لله. وأنت قادرة على الصيام ولا ما زال جسمك ضعيف لا يستطيع الصيام؟ والله ما عرفتش، لازلت في نقاهة الآن. إذا تصبرين وتستعملين الدواء وتتقوين وتأخذين ما يقوي جهاز المناعة شميسة، وقد ثبت بالعلم الحديث والدراسات الصحية أن الحبة السوداء تقوي جهاز المناعة لدى الإنسان، فهما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت، فالحبة السوداء تقوي جهاز المناعة في مواجهة هذه الأمراض بإذن الله تعالى. استعمليها بعد صلاة الفجر واشربي بنية الشفاء الماء أو العسل بعدها، وليس عليك واجب الصيام ما دمت في حالة مرض أو نقاهة. نعم شميسة، أكمل الجواب. فإذا كان جسمك لا يحتمل الصوم
ويرى الأطباء أن هذا الضعف يبقى دائما بحيث لا تستطيعين الصيام في رمضانات قادمة، فيكفي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتيه في الماضي من رمضان، ولكن عندما يقول الأطباء لا إن شاء الله سيكون الشفاء قريبا ويكون جسمك قادرا على الصيام فلا بد من القضاء، فعلى حسب حال الجسم من المعافاة والقدرة على الصوم فعندئذ يجب القضاء، أو من عدم القدرة على الصيام فيكفي إطعام مسكين عن كل يوم. عبد الرحيم من عمان، السلام عليكم أخ عبد الرحيم. عليكم السلام يا شيخ. أهلا وسهلا عبد الرحيم، تفضل. كيف صحتك يا شيخ؟ نحمد الله بخير، الله يسلمك يا شيخ. بس أنا عندي سؤال، متوفت الوالدة رحمها الله، الله يرحم الجميع، فحبينا يعني نوضع لها كعلامة معنا على القبر بحيث أنه يكون أن هذا القبر في يوم من الأيام إذا أحد أراد أن يدخل إلى المقبرة يعرف أن هذا قبر فلانة وفلانة كذا يعني. فسألنا كثير الناس فقال ما يجوز وما أدري هيش وكذا، بينما هناك سمعت أن الرسول أو كيف إذا صح الكلام أن زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. فنحن نعرف يعني كيف يعني هل يمكن أن نضع حاجة على القبر تدل أن هذا قبر فلانة أو فلان أو أن لا يجوز، فما حكمكم يعني؟ أخ عبد الرحيم، هذه من المسائل اللي ينبغي أن لا نستعجل في الإجابة عنها، بعض الناس يستعجلون ويمنعون. نحن لو نظرنا إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع، لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، فلما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم طلب حجرا أن يضعها عند قبره وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، أتعلم بها قبر أخي وأدفن من مات إليه من مات من أهلي أدفنه هنا. فكلمة أتعلم بها قبر أخي، هذه الكلمة تفتح لنا بابا أن نضع عند القبر علامة مميزة تميز لنا قبر فلان عن قبر فلان. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف قبر عثمان بن مضعون عن باقي القبور التي حوله، فهذا جائز، ولكن المكروه هو أن يبالغ الإنسان في عمل الشواهد والمرمر والزينات والبناء وما إلى ذلك، والميت لا يحتاج إلى مثل هذا. أما أن نضع علامة مميزة أو نضع اسمه على القبر فهذا مما يتعلم به قبر الميت وهو مقتضى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس به. مشكور يا شيخ، جزاك الله خير، بارك الله فيك. عبد الرحيم من عمان، شكرا لك. أخ عبد الله من عجمان، السلام عليكم أخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياكم الله شيخنا، أحسن الله عليكم شيخنا. أنا عندي سؤالين الله يحفظكم. أحسن إليك، بارك الله فيك، تفضل. السؤال الأول شيخنا، كيف الطريق إلى تهذيب النفس؟ كيف الطريق إلى تهذيب النفس؟ لقد سألت عن عظيم يا عبد الله. والسؤال الثاني الله يجزيكم خير شيخنا، وهو هام جدا، أنا شاب أكرمكم الله، عمري 15 سنة، الحمد لله من الله علي بالاستقامة ولله الحمد، ما شاء الله. لكن الله يحفظكم شيخنا، أنا مبتلى بالنظر إلى الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. يعني الحمد لله أستمر في حفظ القرآن، اللهم لك الحمد، وأقرأ كتب أهل العلم، وأسأل الله أن يجعلني عالم بإذن الله. لكن إن شاء الله الذنب هذا شيخنا يعني قد يحرمني من أمور كثيرة. طبعا يعني طبعا. أنا أتوب من هذا الذنب شيخنا، وكثير سألت يعني عنه، أتوب من هذا الذنب، لكن ما أن تمضي أيام قليلة أشعر بالنور في قلبي ولكن أعود مرة أخرى، وعلى هذه الحالة حتى أن تأتيني لحظات أمل من هذا الشيء، يعني أقول أتوب وأرجع إلى الله وأقوم الليل وأن تمضي أيام وأعود إلى هذا، يعني يأتيني قنوط، فما الدواء أكرمكم الله شيخنا؟ عبد الله أخي الكريم، تذكر أننا دائما يعني على حقيقة قادمين إليها، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يتذكر أحدنا أنه سيلقى الله وسيموت، يتذكر أن الله يشاهده وينظر إليه وأن الله معه. في وقت مراودة النفس أو شهوتها أو نظر الإنسان إلى الحرام ينبغي أن يتذكر هذا ويعرف أن الله يراه
فيجب أن نستحي من الله. لا يكون الله أهون الناظرين إلينا. لو أن أباك أو أستاذك أو شيخك رآك وأنت تنظر إلى الحرام فإنك تستحي وتكف نظرك، ولا تريد أن يراك أحد وأنت تنظر إلى الحرام، لأنك تعرف أن هذا النظر غير لائق وأن هذا النظر لا ينبغي أن يكون. فلماذا نستحي من المخلوق الصغير ولا نستحي من الخالق العظيم جل جلاله؟ فهذه المراقبة يجب أن تكون عندنا موجودة. ثم شخصية الإنسان يجب أن نكونها وننميها، هذه الشخصية، على أن لماذا أنظر أنا؟ يعني يجب أن تكون نفسي أعلى من ذلك وأسمى، يجب أن أترفع عن مثل هذا النظر. الله عز وجل قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، لم يقل أفلم ينظروا إلى النساء، إنما إلى السماء. ننظر لنتفكر في خلق الله ليزداد إيماننا لنعظم ربنا سبحانه. أما أن ننظر نظر خيانة، الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نحن مأمورون بغض البصر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث القدسي عن الله عز وجل أن النظرة إلى النساء نظرة سهم مسموم من سهام إبليس، يأتي بها إبليس ليصيب قلوبنا بالسم. السم هو سم الإيمان الذي يقتل الإيمان والذي يوصل إلى الكبائر وإلى زوال الإيمان والعياذ بالله. سهم مسموم تلك النظرة من سهام إبليس، من تركه مخافة الله أبدله الله نورا يجد حلاوته في قلبه. عندما وقع نظر الأصمعي على امرأة قالت له: لا تنظر أيها الرجل. قال: وما عليك من النظر؟ قالت له المرأة: هذه الموعظة التي ينبغي أن يسمعها كل إنسان. قالت له: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر؟ وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر؟ رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يعني أنت الخسران أيها الإنسان عندما تنظر إلى فلانة وعلانة وطويلة وقصيرة وبيضاء وحمراء. طيب بعدين، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، أنت عاجز عن الوصول إلى كل هذا. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذن لأتعظ وأقول: ماذا أجني من وراء هذا النظر؟ لا أجني إلا التعب، تعب العقل والقلب وتعب الأخلاق والبعد عن الله وظلمة القلب وسيطرة الشيطان وعدم الاتعاظ بالموعظة وما إلى ذلك. والنور غيور، عندما يكون في قلبك شيء من النور من القرآن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام من خشية الله، فيأتي الحرام أو النظر فيخرج النور من القلب ويظلم القلب. إذن هذه المعاني يجب أن تكون حاضرة لدينا في كل شؤوننا حتى نبتعد عن النظر المدمر للقلب والمظلم للنفس والعقل. عندئذ يكون عندنا مراقبة خشية، نتذوق حلاوة الإيمان، ننظر إلى ما يزيد إيماننا، نصاحب أهل الخير، لا نأتي بكل الوسائل التي تشدنا إلى النظر الحرام، كل الوسائل من مثلا قنوات أو مسلسلات أو ما إلى ذلك أو مجلات أو انترنت أو ما إلى ذلك، كل هذه نبتعد عنها. السبيل الذي يوصلنا إلى ما تقول عنه إلى النظر الحرام، أغلق الباب، الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح يا أخ عبد الله. أيوة بس شيخنا سؤال الحين، أنا لحظة تأتيني أفطر فيها، يعني الحمد لله أشعر بالنور في قلبي اللهم لك الحمد، لكن لحظة ما استطيع اتمالك نفسي، تغلب علي الشهوه، ايش السبب شيخنا؟ رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيام الليل منهاة للإثم، يعني الحمد لله انا استمر في قيام الليل، لكن ما ان تمضي ايام وتاتي لحظه ما استطيع اتمالك نفسي، فاميل الى هذا الشيء. عليك بالبحث عن صحبه الصالحين اللي بدانا بها الحلقه. صحبه الصالحين لها اثر في ان ترى شخصا صالحا فتتبعه، تتشبه به اتباعا وليس تقليدا، لتكون مثله وأصلح منه. هذا يرفع همتك، اصحب من يدلك على الله حاله وينهضك إلى الله مقاله.
لا تصحب من يبعدك عن الله عن الله حاله وينسيك ربك مقال هذا الإنسان. فصحبة الصالحين مهمة جدا عبد الله في هذا الموضوع. وعندما يأتيك الشيطان بالنظر قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكف نظرك. فالنظرة الأولى لك غير المقصودة، نظرة الفجأة، ولكن إذا استمرت فهي عليك إثم وعقوبة وظلمة في القلب. وهكذا تبقى مجاهد لنفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يجب علينا أن نجاهد أنفسنا. المجاهدة للنفس مستمرة لدى المؤمنين والمتقين دائما وأبدا، لا تنتهي حتى أن يموت الإنسان، تبقى لديه النفس إلى أن تتزكى نفسه. ربما إذا تزكت لا تأمره نفسه إلا بخير، ولا تنظر إلى الحرام، ولا تتأثر إن وقع النظر عليه، لأن النفس مشغولة بنور الله وبطاعة الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا، أكرمكم. بارك الله فيك. شكرا لك أخ عبد الله. ولا شك أن سؤالك أيضا الطريق إلى تهذيب النفس لقد أجبنا عنه في هذا الكلام. إذا نأخذ فاصل إخوتي أخواتي ثم نعود إليكم إن شاء الله.
أهلا بكم إخوتي الأكارم. بعد الفاصل وكان لدي في مراجعة الأسئلة السؤال الأول من الأخ صالح اللي سأل عن تارك الصلاة هل تكون زوجته طالق. لا شك أن الصلاة عماد الدين والحديث عن الصلاة لا يكفيه دقائق ولا ساعات حقيقة، لأنه الركن الأعظم في الإسلام بعد الشهادتين، بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يأتي ركن الصلاة. من أقام الصلاة فقد أقام الدين، ومن هدم الصلاة فقد هدم الدين. الصلاة معراج المؤمنين، الصلاة صلة العبد بربه، الصلاة هي الخير كل الخير، والصلة كل الصلة، والتقوى والإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسرها العلماء بأن المقصود بإيمانكم هنا صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. لذلك تارك الصلاة في خطر عظيم وفي عذاب، حتى أن أهل النار لما يسألون يوم القيامة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. أول سبب لم نكن من المصلين. معنا الأخت أم حسين من العراق. السلام عليكم أم حسين. السلام ورحمة الله حضرة الشيخ. أهلا وسهلا أختي، تفضلي. حضرة الشيخ، تعرف شاني ابني يحكي لك عني، حسين، عن والدة حسين. أنت والدة حسين اللي سأل يعني؟ أي حضرة الشيخ، يقول لك عتاته يعني الخط الفوق الحاجب. حضرة الشيخ يعني حرام ولا حلال؟ اللي هو إيش؟ الخط فوق الحاجب يخلوه فوق حاجب. الخط اللي فوق الحاجب. اي هل ينتفون الشعر يعني؟ يعني يخلون خط تاتو فوق الحاجب، شلون الكحلة فوق الحاجب. اولا نتف بعض شعر الحاجب من فوق ومن تحت هذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، والنامصة هي اللي تنتف شيئا من شعر حاجبها. فإذا كان هناك شعرة طويلة أو زائدة أو في غير مكانه ممكن تقص هذه الشعرة، ولكن يبقى الحاجب على حاله، ما يمس ولا يغير ولا يزال من شعر الحاجب شيئا إذا كان الحاجب طبيعيا. أما أن يوضع خط أو كما تفعل البعض تزيل الشعر وتضع خط أسود فهذا حرام، هذا يدخل في النمص من ناحية ويدخل في تغيير خلق الله من ناحية ثانية، المغيرات خلق الله. والشيطان في الآية الكريمة ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، كل هذا من عمل الشيطان، حرام فعله وملعون فاعله. حضرة الشيخ سؤال الثاني الله يخليك. يا تفضلي. حضرة الشيخ أنا كان عندي طلب قديم يعني مال صيام رمضان، كنت يعني أما حامل أما يعني ما أقدر، هذا وطلب قديم عندي يعني ما ناسيته يعني. نعم نعم. طيب يعني أنت لازم تقدري أم حسين كم يوم تقريبا هذا الطلب القديم، كم يوم تقدريه وتضع احتياط، حتى إذا شكيتي مثلا 10 أيام ولا 15 يوم قولي 15 يوم، ويجب عليك أن تقضي هذه الأيام اللي فائتة ولو يوم الاثنين والخميس، تنوين بها قضاء الأيام الفائتة عليك من رمضان. وعندما تريدين أن تتصدقي أو تدفع فدية كقول أكثر أهل العلم فممكن تدفع عن كل يوم إطعام مسكين، وعند المذهب الأحناف لا يجب الفدية هذه، لكن عند غيرهم الفدية للتأخير واجبة عن كل يوم إطعام مسكين وجبة أو وجبتين. يا حضرة الشيخ سؤال الثالث ولو آخر كان على. تفضلي تفضلي يا محسن. أي والله. حضرة الشيخ عندي مرات تصير يعني وسواس يعني أوهس من شيء يعني مثل يوسوس يعني مثل أنا عندي أصلي يعني مثل أروح على غير يعني شيء يعني. وسواس وأنت في الصلاة يعني في الصلاة؟ وصلت للصلاة مرات يعني أقعد يعني بحدي يعني أصنع شيء يعني أوحش من حالة من شيء من شغلة يعني أخاف منها يعني. الوسواس من الشيطان وهو يريد أن يشوش على المسلم صلاته،
واحد قبل أن يصلي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتذكر وقوفه بين يدي الله وينظر مكان سجوده وهو واقف في الصلاة، وإذا جاءه أي خاطر مشوش أو وسواس في الصلاة أيضا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بقلبه ويتابع القراءة ويصلي. فهذا الشيطان الذي يشوش على الإنسان صلاته ويصرفه يحاول أن ينقص الأجر من الصلاة. الإنسان لما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني يتذكر حاله ونظر الله إليه ومحاسبة الله ومحبة الله له، فيصرف الله عنه كيد الشيطان، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. شكرا حضرت الشيخ. شكرا لك أم حسين. شكرا لك من العراق. الأخت أم محمد من العراق، سلام عليكم أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ؟ نعم تفضلي معك. الشيخ أنا مطلوبة صيام من الزهر. مطلوبك صيام؟ اي من الزهر ما صمت وهسه قاعد اخذ دين. ايوه. أنا يسبني لي أن أخرت 30 سنة. طيب هو الإسراع أم محمد في القضاء وفي الأشياء المطلوبة من الله عز وجل هذا لازم وواجب على حسب القدرة، فيجب أن تحسب الأيام اللي مطلوبة فيها كم يوم وتضعي احتياطا أيضا زيادة يوم يومين احتياطا إذا كنت تشكين فيها، ثم تبدأين بالصوم إذا كان جسمك إن شاء الله صحيحا وفي عافية تبدأين بالصوم والله عز وجل يعينك على هذا القضاء. وإذا أردت أن تدفعي فدية إطعام مسكين إذا عندك من الخير ما تريدين به الأجر فلا بأس أن تطعمي مسكين عن كل يوم، أخرتيه في الماضي من منذ زمن تطعمي مسكين عن كل يوم في الصيام. يعني الشيخ لازم صيام وضاء صيام القضاء والأيام المطلوبة سابقا واجب على القادر، لما تكوني أنت قادرة على الصيام إذا جاء رمضان إذا واجب عليك أن تصومي، لكن متى يكفي إطعام مسكين؟ عندما يكبر الإنسان ويضعف جسمه ولا يقدر على الصيام، أو يكون عنده مرض نسأل الله العافية مزمن شديد يمنع من الصيام والصوم يضره، عندئذ يكفي أن يطعم مسكين عن كل يوم ولا يجب عليه الصوم لأنه عاجز عنه. ولا قدرت أكمل صيام هم ندفع فدية؟ يعني إذا ما قدرت تكملي لازم تدفع فدية لأنك ما صمتي، إما أن تصومي اليوم كامل وإما إذا عجزتي عن الصوم تدفع فدية. ولا يعني قدرت مثلا أكمل صيام القضاء هم ندفع فدية لو لا؟ أنت قادرة على الصيام كامل إذا جاء رمضان ولا ما أنت قادرة؟ يعني بالشتاء أقدر أصوم. نعم نعم الله نعم عليك بالشتاء أقدر أصوم أفضل. بالشتاء تقدري. طيب أجلي القضاء إلى الشتاء، والآن عندك ما زلنا نحن في الشتاء شوية في برد فصومي في هذا الشتاء قبل ما ينتهي. إذا كنت قادرة على الصوم والصوم لا يضر صحتك ولا يسبب لك أمراض فصومي، أما إذا كان لا الجسم ضعيف وواحدة كبيرة في السن وضعيفة ولا عندها مرض فيكفي أن تطعم لأنه غير قادرة على الصيام. هل اللي دا أقضي يعني هم أدفع فدية ولا لا؟ لا بس قضاء. دفع الفدية زيادة على القضاء للقادر أو عند العجز، فأنت الآن بإمكانك تدفع فدية لكن ما يسقط عنك الصوم إذا كنت قادرة. إيه الصوم ممكن تعجل الفدية قبل ذلك ممكن الآن. نعم يعني ويا القضاء هم تحصلين. نعم الفدية ويا القضاء هي الأفضل. نعم شكرا 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 لك بارك الله فيك أم محمد من العراق. الأخت نزيهة من الجزائر، السلام عليكم نزيهة. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أختي تفضلي.
أريد أن أسألك الأخ كريم الشيخ خبير الشيخ. إيه تفضلي أسمعك. شكرا. هل يجوز الطواف لما أعمل عمرة أقوم بالطواف، هل يجوز لإنسان أن يكون عامل كحل على عينيه؟ طبعا أختي نزيهة أن المرأة خارج بيتها وإذا كان هناك رجال سواء في عملها في الشارع في الحج في العمرة في الطواف لا يجوز أن يظهر شيء من الزينة، والكحل شيء من زينة المرأة، فلا يجوز أن يراه رجل أجنبي. فعند الطواف ينبغي إذا خرجت من أجل الطواف أو أنت في الحج لا تتكحلي خارج البيت، كنت في البيت تريد تجلسي أو تنامي في البيت ممكن تكتحلي في بيتك حيث لا رجال أجانب، أما إذا خرجت للطواف أو لغيره فامسحي الكحلة عن عينك حتى لا يرى الأجانب زينة لك في كحل أو غيره. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. بارك الله فيك يا نزيهة، شكرا لك على اتصالك من الجزائر. أخ علي من الشارقة، السلام عليكم علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي الكريم. شيخ سلام، كيف حالك؟ الحمد لله بارك الله فيك، تفضل. طويل العمر أنا جيت أصلي المسجد فبعد ما خلصت هم جيت دخلت المسجد هم يصلوا جماعة سلموا. لما دخلت المسجد هم سلموا من الفريضة. أي من الفريضة. وأنا جيت صليت فردي بروحي وأصلي الفريضة. لكن عندما ربطت الصلاة وهذا جو بعد جماعة ثلاثة أربعة أنفار هم عملوا جماعة وصلوا جماعة. ففي الحالة هذه أنا أقطع الصلاة ولا كيف؟ أقطع الصلاة التحق بالجماعة اللي جايين بعدين؟ هو يجوز لك أن تكمل الصلاة منفردا ولك أجر المنفرد، وأجاز بعض أهل العلم أن تقلب النية من الفريضة إلى سنة وتصلي ركعتين تحولها في نيتك إلى سنة وتسلم وبعدين تروح تقتدي به. أجاز بعض الأئمة هذا الأمر حرصا على الجماعة، وعند البعض الآخر أنك تكمل الصلاة بنفسك، فهذا يجوز وهذا يجوز. أحسنت. بارك الله فيك أخ علي، شكرا لك من الشارقة. أخت فاطمة من دبي، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخ. أهلا وسهلا أختي فاطمة. الله يبارك فيك. الله يسلمك. أهلا وسهلا، تفضلي. يا شيخ أنا بسألك، صار لي يعني فترة من 20 سنة ما صوم رمضان. السبب؟ السبب لأني عندي زرع كلي ومرض القلب. عافاك الله، عافاك الله وقواك يا رب. رب العالمين. نعم. فقالوا لي أنا أعرف أن كل يوم طالعين وجبة إفطار صايم. نعم، اللي في وضعك فاطمة يطعم عن كل يوم مسكين وجبة لواحد فقير. نعم. فأنا شو كنت أسوي؟ أجمع المبلغ عن كم نفر لليوم وأرسل المساكين برا، يجوز ولا ما يجوز؟ ترسلي مساكين؟ لا برا. أنا أعد الوجبة مثلا إذا بعشرين ريال أو بخمسة ريال فكمل 30 يوم فحسب المبلغ كامل وأرسله حق عائلة يتيمة فقيرة يأخذوا بفطار يوزعون على بيتين. لا بس لا بس يعني حال. لأن هني فضيلة الشيخ وايد الأكلات الحمد لله. صح. فمن اللي بي كنت عند الباب وبياكل وجبة عندك ما يجون. صح. هو لا هو الوجبة مثل هذه أختي فاطمة إنه إذا واحد يعرف فقراء في نفس البلد اللي هو فيها إما أن يعطيهم وجبات جاهزة جاهزة يروح يعطيهم لها في بيوتهم، يعني ما يدعيهم إلى بيته هو. لا 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 لا, لا. هو يوصلها بيت في هو يوصلها بيت الأرملات اللي هذا وهم يسوون الوجبة كل يوم يأكلونه ويا عيالهم. زين زين يعني إن شاء الله. يعني يصفون المبالغ. نعم. على بيتين أو على بيت مثلا إذا وصل 30 يوم المبلغ. نعم. يوزعه بيودي العائلة يأكلون كل يوم يشتروا بفطار حق عمارهم. نعم لا بس لا بس الله يتقبل إن شاء الله ويعافيك. وبعدين فضيلة الشيخ إذا أنا أقدر الحمد لله شوية أن يمشي بسيط وأصير وي، بس إذا بكون بصلي جسمي ما يحملني فصلي قاعدة على الكرسي يجوز ولا ما يجوز؟
إذا كان ما تقدر توقفي الوقوف في الصلاة وقفة يعني شوية مثلا بقرأ الفاتحة وبقرأ الآيات وما أقدر يعني حدي لين الفاتحة بس. إذا تجلسي على كرسي وتقرأي والركوع والسجود تقدري تسجدي على الأرض؟ لا ما أقدر لأن العظمة كلها تعورني من بار الأدوية والكورتيزون. معناها إذا نزلت على الأرض ما أقدر أقوم. ما تقدر تقومي إيه؟ يعني تقدري تجلسي على الأرض؟ أجلس عادي على الأرض بس ما إذا كان جلوسك على الأرض عادي معناها صلاتك على الأرض أفضل من على الكرسي. قبل كنت أصلي على الأرض جالسة. أيوة. فيوم شفت أني أتعب يومي بقوم أتعب في القومة بديت أستعمل الكرسي. طيب الكرسي إذا كان تبي تقومي يعني توقفي وتقري وبعدين تركعي ولما تبي تسجدي تجلسي على الكرسي. هذا زين لأنه أنت هنا حققتي ركن يعني القيام. يعني أسجدت وأجلس على الكرسي. أنت الآن لازم أعرف فاطمة هل تقدري توقفي؟ هذا سؤال. وهل تقدري تسجدي على الأرض؟ هذا سؤال لا ثاني. أوقف يعني إذا تقدري توقفي وأنت تقري فالوقوف فرض. لا وأنا واقفة ما أقدر أقرأ وأنا واقفة. معناها أجلسي. طيب نيجي على الجلوس. إذا قلنا الجلوس سقط عنك الوقوف وجاز لك الجلوس في الصلاة. طيب هل تقدري تسجدي على الأرض؟ إذا تقدري تسجدي على الأرض معناها اجلسي على الأرض وصلي وأنت جالسة وأركعي انخفاض شوية وفي السجود تسجدي على الأرض. هذا أفضل ما تجلسي على الكرسي وتومي إيماء شوية بالركوع والسجود وما تسجدي على الأرض. لأنه السجود الجبهة على الأرض هذا ركن أيضا وفرض وأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فإذا قدرتي على الجلوس وثني الركبة على الأرض فصلي وأنت جالسة. ما تقدري تثني الرجلين ثني على الأرض صلي على الكرسي وأنت جالسة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كل هذا جائز. المهم أننا ما نترك الصلاة والصلة مع الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ نعرف هاي الأشياء بس تحس يعني أنك شيء ناقص من لازم تحب تستفسر زيادة. أكيد الاستفسار والسؤال هذا مطلوب حتى نفهم المسألة تمام إن شاء الله. بارك الله فيك أختي فاطمة. الله يعافيك ويقويك ويتقبل منا ومنك إن شاء الله. يعافيك يا رب العالمين. شكرا لك فاطمة. أعمال صالحك يا رب. يا الله مع السلامة. طيب إذا نأخذ فاصل الآن إن شاء الله ثم نعود بعد الفاصل.
أهلا بكم إخوتي الأحبة ومرحبا. راجعت بعض الأسئلة السابقة فوجدت سؤال أخ صالح أحد سؤالين قبل أن أخذ من اتصالاتكم الجديدة. سؤال عن المتخاصم مع إخوانه وأخواته. إخواني هذا اليوم أصبح منتشرا قطع الأرحام، قطيعة الرحم لأجل الدنيا. يعني لو كان سبب القطيعة لأجل الله عز وجل لأجل الآخرة، يعني واحد يقاطع العاصي ينصحه يبين له ثم يقول له إذا كنت ستبقى على معصيتك لا تصلي أو تشرب أو تفعل أو لك علاقات فأنا لا أعرفك ولا تعرفني، هذا يسمى هجر في الله، يهجره لأجل الله ليس لأجل الدنيا، ما هو لمصلحة أو منفعة أو فلوس أو ما إلى ذلك. الهجر لأجل الدنيا لا يجوز أكثر من 3 أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، أي 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. خير المتنازعين والمتخاصمين والمتهاجرين الذي يقول السلام عليكم أخي الكريم، يبدأ يتنازل عن كبريائه، عن أنانيته، يتنازل عن نفسه الأمارة بالسوء التي تريد القطيعة، يتنازل تواضعا لهذا المؤمن لأجل الله ليس لأجل هذا الإنسان. قد يقول قائل هو ما يستاهل ولا يستحق لأنه يسيء إلي وكذا وكذا إلى آخره. نقول من صفات النبوة التي أمرنا بها أن نقتدي بالأنبياء أن يحسن الإنسان إلى من أساء إليه. هذه تحتاج إلى قوة، قوة إيمان، قوة شخصية، ترفع عن هذه الانتقامات الشخصية، أن يحسن لمن أساء إليه. الذي يفعل هذا يعني يجعل هذا المسيء يخجل على نفسه، يستحي من نفسه أنه أنا أسأت إليه وهو يحسن إلي، كيف يقابل إساءتي بالإحسان فيستحي ويرجع ليصل إخوانه. إذن صلة الإخوة والتواصل مع الأرحام هذا أمر عظيم وعبادة من عبادات الله اللي أمر بها، ولها ثواب يوم القيامة كبير وجليل. معنا اتصال من الأخت أم عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم أم عبد الرحمن. وعليكم السلام يا شيخ، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بك، مرحبا. أيوة بس كنت أبغى أسألك يا شيخ، أنا نذرت صدقة. نذرتي صدقة؟ أيوة، بس أنا يعني قلت يا رب إذا حققت لي حاجة كذا وكذا أنا هخرج من هذه الحاجة يعني مبلغ للناس الفقراء، فهذا من قبل 3 سنوات. وللأسف يعني للأسف يعني ربي ما حقق لي هذه الحاجة، وأنا بالحين في هذه الصدقة، هي هذا عادة عليا ولا يعني كيف أسوي؟ ما أنا ما عندي حاجة يعني عشان أصدق فيها. إذا كان نذرتي أنه إذا جاءني هذا الأمر أو جاءتني أيوة هذه الفلوس أو كذا فأنا أتصدق منها كذا، ولم يأتي فلم تجب عليك هذه الصدقة ولم يجب النذر. لكن أحب أن أبين أم عبد الرحمن أن مثل هذا النذر مكروه، وإذا نذرنا وجب الوفاء به. النبي عليه الصلاة والسلام بين وقال إن هذا النذر اللي هو المشروط لا يرد من قدر الله شيئا، لا يرد من قدر الله شيئا، ولا يجلب أيضا غير المقدر. لذلك نحن نفعل الخير ولا نشترط على الله، يعني إن جاءني مثلا رزق كذا سأفعل كذا. طيب أترك يعني الأمر، أترك الأمر إلى تقدير الله وأسأل الله من فضله، فعندما يرزقني أتصدق تطوعا وليس يعني أصير ما أتصدق إلا غصبا عني ولما أفرض على نفسي النذر، فهذا يسمى نذر مكروه، نذر مشروط. لا يا شيخ، يا شيخ أنا والله ما قصدي يعني أشرط يعني على الله سبحانه وتعالى ولا شيء، لا بس أنا يعني قلت كده يعني من غير نية، من غير نية، بس حبيت يعني أساعد ناس كده يعني ناس معينين، حبيت نعم كده بس أساعدهم. لا بس على كل حال إذا ما تحقق النذر إذا ما وجب عليك شيء، وإذا الله أعطاك من فضله ولا عندك ساعة في المال فساعدي هؤلاء الناس اللي أنت أردت مساعدتهم حتى يأتيك من الله عز وجل رزق جديد. طيب يا شيخ، طيب سؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. أنا إيش رأيك في يا شيخ اللي يقولها، يعني أنا أعرف واحدة يا شيخ تسوي سحر تقول هذا مو حرام هذا محبة،
وتقري الكف وتقول هذا مو حرام، هذا يعني هذا لازم، هذا يعني سحر يكون يعني حب محبة يعني الناس. أول شيء أم عبد الرحمن، نحن نقول لهذه المرأة ولغيرها، لا محبة ولا تفريق ولا تأليف بين القلوب ولا كذا بعمل فيه جن وفيه كفر والعياذ بالله، لأنه هذا الساحر لا تستجيب له الجن بعمل هذه الأشياء إلا إذا هو استجاب للشياطين بتمزيق المصحف وإهانة المقدسات والكفر بالله وما إلى ذلك من الأعمال المعصية حتى الجن والشياطين تساعده. نحن نقول نستألف القلوب بالكلمة الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أنت تتبسمي في وجه أختك، في وجه قريبتك، في وجه محارمك من أجل استئلاف القلوب. أما أن نلجأ إلى السحرة والمشعوذين والدجالين والكذابين لنقول لهم اعملوا لنا عمل أو سووا، خلوا فلان يحب فلانة أو فلانة تحب فلانة، وهم يسخرون الشياطين ويأتون ليؤذوا عباد الله ويدخلوا أجسامهم ويقلبوا عاداتهم وإحاسيسهم ويخلوهم تختل عندهم العقول والموازين من أجل أن نحبب في الناس، هذا ليس حبا، هذا صنيع الذي لا يؤمن بالله والذي يؤمن بالجن والشياطين على أنها تفعل وقد نسي ربه سبحانه وتعالى. ولنسمع قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فلنحذر إخوتي وأخواتي من السحر والسحرة، من الشعوذ والدجل، من هؤلاء الكهنة والعرافين الذين يضللون الناس وأحيانا لا يأخذون فلوسا، يخدعون الناس ليقول نحن لا نريد فلوسا، لكنهم ينصبون شراكا ويعملون كيدا عجيبا وأذى وضرا حتى يجعل هذا اللي ما أخذوا منه فلوس يلجأ إليهم ويعمل له عمل من أجل أن يبقى يتردد عليهم ولا يتركهم أبدا. شكرا يا شيخ، شكرا 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 لك. أم طلال من العراق، سلام عليكم أم طلال. نعم، يا هلا عليكم. السلام. أهلا وسهلا أختي، تفضلي. الله يحفظك شيخ. شيخ شيخ، أنا ابني خلى عندي مبلغ من المال، أنا تصرفت به وما قلت له، بس النص الآخر اشتريت له يعني قطع أراضي عوضته، بس أنا يعني باقي أحسب أن ابني يعني هذا المبلغ اللي تصرفت به هو ما براني الجمع، لازم أقل له يعني ولا شلون؟ طيب أم طلال، أنت أخذتي مبلغ من ولدك وتصرفتي في جزء منه وجزء ثاني اشتريتي له أراضي؟ نعم. طيب خبري ايش اللي يمنعك تقولي له يا ابني انا اتصرفت في جزء من المبلغ لانه كنت محتاجة والجزء الثاني اشتريت لك، يا ابني سامحني انا امك وانا سبب وجودك في الحياة، واكيد ما راح يقول لك الا كل خير، يقول لك هنيئا مريئا. اكيد هو اقول، بس انا يعني ايه، هو اكيد من الطيبين يعني وخايف الله مؤمن. نعم، اذا كنت انت ام طلال اذا كنت غير قادرة على انك تعوضيه عن المبلغ اللي اخذتيه منه بغير اذن فاخبريه حتى يكون سماح كامل، مع ان الانسان هو وماله لأبيه ولأمه، ولكن بإذنه وبعلم منه وعند الحاجة يكون أفضل حتى تبرأ الذمة تماما. إذا كنت قادرة عندك فلوس وعندك مال فعوضيه ووضعي له المال اللي صرفتيه وقولي له هذا المال من المال اللي أعطيتني إياه، وإذا ما عندك قدرة أخبريه يا بني حصل كذا وكذا فسامحني. مشكور الله يحفظك، شكرا. أم طلال من العراق. أختم عبد الله من عجمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا أختي الكريمة، تفضلي. شيخنا أنا أمس حلمت أنه أنا في مكان في مسجد الأموي، بس بنفس الوقت كنت أنا حاسة حالي في المدينة المنورة وكان في محلات جدا فيها حلويات،
ومن ضمن المكان هذا اللي كان انه انا كنت ماشي فيه، انه اول ما مشيت في المكان انه شفت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما شفت القبر كان جدا جدا رائع، كان لونه ابيض 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 يعني، وفيه من العلامات زي الذهب. فكان معي شخص، هذا الشخص انا اخذته من باب المسجد ودخلته معي، قلت له تعال ادخل معي وعشان نروح ناكل بقلاوي. ام عبد الله انت خلوكي تقولي لي حلم وكملت الحلم الحين، ولا تساليني سؤال شرعي يا ام عبد الله؟ لا، هو السؤال انه انا كنت عم حلمت. طيب نحن نريد حاجه في اليقظه عندك. حالك طيب. على كل حال البرنامج ام عبد الله، انا اشكرك على الاتصال. برنامجنا الدين والحياه لقضايا الدين والاستشارات الأسرية وغيرها وما يلزمنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. موضوع حلمك هذا له برامجه الخاصة. على كل حال رؤيتك المسجد الأموي في دمشق ورؤيتك المدينة المنورة ورؤيتك قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان لهذا من دلالة فكل على حدة. رؤية طيبة مباركة، بلاد الشام بارك الله فيها، المدينة منورة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو المكان الذي ضم أشرف مخلوق في هذه الدنيا. لا شك أن رؤية طيبة صالحة، وربما يكون ربط بين هذه الأماكن أيضا بنظرة ثانية على أن الغمة تنجلي والفتنة تنكشف والنصر يتحقق لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك كائن. نسأل الله عز وجل أختي أم عبد الله أن يبعد عن المسلمين الأذى وأن يسعد أيامهم جميعا ويدفع عنهم كل فتنة وكل ظلمة. شكرا أم عبد الله من عجمان. طيب ناخذ اتصال قبل الفاصل الاخير. الاخ مالك من العراق، السلام عليكم مالك. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بارك الله فيك، نسال الله التوفيق. وفيك شيخنا. شيخنا عندي موضوع عايز اقول لك فيه. اتفضل. شيخنا قبل فتره، قبل ايام، قلت لزوجتي، قلت لها اذا انت رحتي لاهلك انت مطلقه، فصارت مشكله بيناتنا. قلت لها إذا رحتي لأهلك فأنت مطلقة، يعني أنت طالق. نعم. فجاء بعد ساعات أبوها وأخذها، هو لم يعلم بهذا الموضوع وهي لم تستطيع أن تقول له هذا الموضوع. وأنت منعتها تروح بنفسها أو حد يأخذها؟ لا، منعتها أنها تروح بنفسها. يعني كانت في نيتك لما قلت لها هذا الطلاق المعلق أنه إذا رحتي يعني بنيتك انه لنفسها، لو جاء حد اخذها ولا انت اخذتها يعني هذا مسموح عندك؟ شيخنا اذا هي على حسب السياق وحسب الخلاف بينك وبينها، هل الخلاف انها تروح بنفسها انت بخالفها وتقول لها اذا رحتي معناها مقصودي انه ما تروحي لنفسك انت، ولا كنت تمنعها من الذهاب مطلقا لمشكله حصلت بينك وبين اهلها؟ لا شيخنا، بس يعني مو مشكلة بينه وبين أهلها، بس يعني قلت أنت إذا رحتي وأنت مطلق إذا راح حد يأخذش. لا ممكن يعني تقول لي مالك إيش السبب اللي قلت لي هذه الكلمة؟ السبب؟ يعني إيش السبب اللي خلاك تمنعها من الذهاب لأهلها؟ والله مشكلة بينه وبينه يعني صارت شيخنا. يعني مشكلة بينك وبينها، هل هي كانت تكرر وتكثر الذهاب لأهلها مثلا؟ لا شيخنا، هي ما كانت تروح، هي ما ردت تروح، فجاء أبوها وأخذها وهي لم تعلم، يعني ما تستطيع ان تقول ابوها ان فعل ذلك الامر. مالك انا اسئلتي هذه كلها ليس لاعرف المشكله والقضيه، انما لاعرف الدافع لك على هذا اليمين. ماذا اردت انت؟ ماذا اردت بنيتك من هذا؟ هل اردت مطلق الذهاب فيقع الطلاق، او اردت ذهابا مقيدا هذا الذهاب اللي حصل ليس منه فلا يقع؟ لا شيخنا، بس اللي وقت يوم اللي قلت لها، يعني قلت لها بس بالساعه اللي محدوده، يعني بس او بالساعه او باليوم، اذا راحت مثلا غير يوم من هنيتي هذه، اذا راحت غير يوم عادي يعني. اذا كنت تريد منعها من الذهاب في هذا اليوم؟ بس هذا اليوم، وجاء ابوها واخذها وهي لم تستطيع ان تقول لابيها حصل ذلك الامر. خلاص، اذا وقع الذي منعت، يعني انت رحتي في هذا اليوم وانا منعتك ان تروحي في هذا اليوم، وكان عليك ان تقولي لوالدك والدي سامحني اليوم انا بكره اجي.
لم تستطيع أن تقوله. لم تستطع. إذن معناها وقع الطلاق يا مالك. هذه الطلقة الأولى؟ هذه هي الطلقة الأولى. طيب يعني عليك أنت ألا تستعجل في موضوع الطلاق وألا تمنع المرأة من شيء وتجعل الطلاق عقوبة لها. وقعت الطلقة هذه وبإمكانك أن ترجعها وتردها إليك وتقول لها راجعتك إلى ذمتي أو رددتك إلى عصمتي. بهذه الكلمة ترجع الزوجة بعد الطلقة الأولى. مشكور شيخنا. بارك الله فيك، الله يحفظك. مالك من العراق، شكرا. نعم، ما يحتاج في إرجاع الزوجة إلى مأذون ولا يحتاج حتى إلى شهود. لا، الطلقة الأولى طلقة رجعية والطلقة الثانية أيضا طلقة رجعية. أما إذا وقعت الطلقة الثالثة خلاص انتهى كل شيء وانتهت العلاقة الزوجية تماما وصارت بينونة كبرى، ما يقدر يرجعها بالكلام ولا بعقد جديد إطلاقا. لكن بعد الطلقة الأولى وبعد الثانية يمكن يرجعها بكلمة راجعتك إلى ذمتي. هذه بعد الطلقة الثالثة طبعا، بعد زواج وطلاق ومشاكل. نعم. السلام عليكم، من معنا؟ حمود من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي الشيخ. أهلا وسهلا أخ حمود، مرحبا. الله يحفظك يا أبوي. اتفضل حمود. حبيبي أنا عندي مشكلة في الصلاة يعني. مرحبا أخوي، الله يحل مشاكلنا كلها إن شاء الله ويعيننا عليها إن شاء الله كمان يا رب. حبيبي مسمع مثلا بسمع الأذان جنبي وبكون سارح كذا فجأة كذا، بعد خلص الصلاة يمكن ساعة ولا ساعة ونص حتين أقوم أصلي. تسمع الأذان وتكون سارح حمود؟ أي نعم أبوي. وأكون سارح أيوة، وبعد ساعة ونص تصلي؟ بقوم بصلي. طيب بعد ساعة ونص إذا كان المغرب حمود بعد ساعة ونص أذن العشاء فجأة كذا بقوم يعني بصلي، أول ما صليت بصلي الركعة الأولى والثانية بكون ساجد في الصلاة بكون يعني سارح شوية. فأتفكر لنفسي بلقى ذاتي حتى الجنب ذاته ويمكن معاي تعب معاي. اللي جنبك إيش يصير؟ نعم المكان لو كان واحد يصلي معاي يعني تعب. ايه فبعد ذا بقوم بجي لو كان مغرب لو كان عشاء لو كان اي وقت فجأة كذا تظهر لك مشاكل في وقت الصلاة دي. ايش السبب حمود هذا السرحان؟ والله بس كان انا عندي والد وكنت يعني بحبه حب شديد بالمناسبة، يعني ما في انسان كل الناس تحب والدها. ايه وفجأة كذا قام مرض معاي. عنده مرض خبيز الله يكرمك ويكرمنا. الله يعافينا جميعا، يعافي المسلمين يا رب. وانا عندي اجازه في السعوديه كنت معه هنا في طبعا بصراحه يعني في السودان هناك، وجيت هنا قال لي ابن روح ما اجا كان جيت ما بتلقاني. يقول لك كذا؟ ايوه. قلت لي ابوي لا تقول، قال لي مش العمر بيد الله. انا جيت هنا ما عديت يمكن 15 يوم دقيت البيت قالوا لي توفى رحمه الله. هذه المشكله بقت لي في راسي. هذه اثرت عليك شويه؟ اي نعم بوي. وحزنت وزعلت وكذا؟ حزنت وزعلت يعني بصراحه ما زعلت زعل، لان احيانا اقول كل حاجه في اراده ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وكل ما اصلي بدعي له. طيب هذه متى حصلت وفاته؟ والله يمكن تقريبا لا شهرين وحاجه كذا. طيب حمود انت سلم الامر لله عز وجل ولا تحزن على شيء من قضاء الله ويستمر حزنك، فان الشيطان ياتي مع الحزن الشديد. وكل ما دق ما دق لاولاد اقول لي امي بقول لي ابوي يردني ابوي انا اسلم عليه. يعني يكون انت في ذهول يعني. ايوه. طيب اكثر من الاستغفار، من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، من الدعاء لوالدك، اكثر في هذا واعلم بان الله سيسالك عن عملك، والوالد قد افضى الى الله، والولد الصالح اللي يدعو لوالده ووالدته هذا من نعم الله عز وجل، فكن ولدا صالحا ادعو لوالدك بالرحمة والمغفرة والجنة والرضوان. هذا هو الذي يحتاج منك يا حمود، هذا هو الذي يحتاج والدك منك، لا يحتاج منك إلى الحزن. إلى الحزن والسرحان في الصلاة هذا من الشيطان. الشيطان يستغل جانب الحزن عندك وتفكرك في والدك ليشغلك عن ربك، وربك أرحم لك من والدك.
فتفرغ للصلاة وفرغ عقلك من كل ما يشغلك عن الصلاة وعن تعظيم الله والوقوف بين يديه بأدب واحترام وتعظيم وتقدير، هذا الذي ينفعك وينفع والدك يا حمود. فحاول أن تركز، وإذا سمعت المنادي يقول الله أكبر فهو يناديك للصلاة، اترك شغلك كله واذهب إلى الصلاة، فأنت على موعد مع الله سبحانه وتعالى حتى يرحمك ويرحم والدك برحمته لك. لما أنت بتكون مع الله طيب، هذا الأمر يرجع إلى والدك بالرحمة والمغفرة والخير. ولما تبتعد عن الله وتنسى الله فإن والدك يحزن وينقطع الثواب اللي واصل منك إليه. شكرا أخ حمود من السعودية. آخر اتصال معنا في المجموعة في حلقتنا هذه من عجمان، مين؟ أبو لمية، السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام أبو لمية، خفض لي صوت التلفزيون حتى تسمعني مباشرة، ما تنتظري شوية وبعدين يجيك الصوت. خففته شيخنا. عندي سؤال واحد بخصوص المرابحة، كنت أريد أخذ سيارة من البنك. سيارة بالمرابحة من البنك الإسلامي؟ فهل هو يجوز حلال ولا حرام؟ المرابحة بيع من أنواع البيوع وهو جائز وحلال، لأن المرابحة سواء البنك أو شخص يشتري السيارة أولا لنفسه يدفع قيمتها بنفسه، ثم بعدين يتفق مع شخص آخر بشرائها، أو ربما اتفق مع شخص أنه أنت تريد سيارة معينة، نعم أريد هذه السيارة بشكلها وموديلها وما إلى ذلك، طيب أنا أشتريها ثم أبيعها لك، هذا الاتفاق يسمى مرابحة. تعرف أنت أنها اشتريت ب50,000 وأنا أريد ربحا عليها مثلا 5% 10% أو مبلغ مقطوع، هذا جائز إذا اشتراها الأول وباعها للثالث، في عندنا مالك أول ثم مشتري ثم مشتري ثاني، يشتريها المشتري الأول من المالك ثم يبيعها للمشتري الثاني بعقد جديد، فهذا جائز، اشتراها أولا نقدا ثم باعها مقسطة، هذا بيع المرابحة جائز أبو لمية. طيب شيخنا اللي يجري الحين ما بعرف هل هو اللي يحصل في البنوك حاليا، هل هو هذه العملية صحيحة ولا لا؟ إيش اللي يحصل أبو لمية؟ عادة بتدفع المبلغ عن طريق البنك، وما بعرف إذا هم اشتروا السيارة ولا لا، أو هم راح يدفعون بالتقسيط. أنت تدفع المبلغ عن طريق البنك قبل أن يكون هناك شراء من البنك، وقبل أن يكون بعد ذلك عقد بينك وبين البنك تدفع مبلغا؟ طبعا لازم أدفع لهم مبلغ لشركة السيارة، وبعدين هم وبعدين تقسيط للبنك. لا هذه لخبطة، ما يصير هذه، يعني أنا لما أريد شراء سيارة سواء من معرض السيارات من مالكها الأساسي سيارة جديدة أو من المعارض الثانية سيارة مستعملة، أنا أقول أريد هذه السيارة لصاحب المعرض لكن أريد أن أشتريها من البنك، يعني عن طريق البنك أو من البنك، فنذهب إلى البنك، أنا أريد أن أشتري سيارة معينة في مكان معين، يأتي مندوب من البنك ويتفق مع المالك بناء على ما أعطيته أنا من معلومات وما أخذ أيضا من المعرض من معلومات، ويحصل عقد بينهما، يلتزم البنك بتسديد شيك، يعطي شيك بقيمة السيارة. أما أن يأخذ مني أنا المعرض، طيب أنا ما اشتريت منه مباشرة، أو يأتي البنك يأخذ مني ولسه هو ما اشترى من المعرض، هذا لا يجوز. أبو لمية معنا؟ طيب إذن نحن أجبنا أعتقد عن هذا السؤال. هل بقي من أسئلة أو من إخوة سائلين؟ على كل حال في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والحمد الكثير لله عز وجل أولا، ولكم إخوتي أخواتي على اتصالاتكم مشاركاتكم إصغائكم واستماعكم، وأيضا نشكر فريق العمل الذي رافقنا من أول الحلقة إلى نهايتها، أخرج لنا الحلقة بما رأيتم، فالشكر موصول للجميع، سائلين المولى عز وجل أن يجزيكم خيرا. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.